carte postale. Carte postale. مرحبا بكم. تتواصل رحلتنا وجولتنا في كارت بوستال في شتى أنحاء العالم، واليوم الرحلة باش تكون رحلة آسيوية أوروبية لمدينة عندها إشعاع محلي دولي وإقليمي. هي العاصمة الاقتصادية والسياحية والثقافية لدولة تركيا، وتقع في إقليم مرمرة الواقع في الجزء الشمالي الغربي من البلاد، ويحدها من الجنوب بحر مرمرة ومن الشمال البحر الأسود، ومن الجانب الشرقي تحدها كل من محافظة سكاريا ومحافظة جوجائيلي، أما من الجهة الغربية فتحدها محافظة كيرداخ. ورحلتنا اليوم باش تهزنا لمدينة إسطنبول. دستور سلطان الزمان وفاتح العالم جلالة السلطان سليمان المعظم. تتقسم المدينة جغرافيا لقسمين يفصل ما بيناتهم مضيق البوسفور، إذ يقع في الجزء الشرقي من القارة الآسيوية ويعرف بشبه جزيرة كوجالي، أما الجزء الغربي فهو في القارة الأوروبية ويعرف بشبه جزيرة شاتالجا. وتقدر مساحة المدينة بنحو 1830 كيلومتر مربع مقسمة إداريا إلى 39 بلدية. تشهر مدينة إسطنبول بالعديد من المعالم المعمارية والحضارية والأثرية، وتعتبر مركز مهم لجذب الزوار. نلقاو متحف آيا صوفيا، هو واحد من المباني الأثرية البارزة في المدينة، يقع بالقرب من جامع السلطان أحمد، علما بأن هذا البناء كان يمثل كنيسة كاتدرائية ثم تحول إلى مسجد، وفي النهاية تم استخدامه كمتحف في عام 1935. ويتميز متحف آيا صوفيا بجمعه ما بين الحضارة الإسلامية ومختلف الحضارات المسيحية. الشيء اللي يدل على هذا هو وجود الآيات القرآنية وكتابات عربية على جدران المتحف، بالإضافة إلى وجود صور لعيسى المسيح عليه السلام وأمه السيدة مريم. توب كابي هو معلم مميز بتصميمه المعماري بطابع طراز العثماني الإسلامي، والمتمثل بوجود أقواس وأعمدة وجدران فسيفسائية، كما أن المتحف يضم عديد المرافق من أهم مكتبة السلطان أحمد الثالث وقسم السلاح اللي يستخدم لعرض الأسلحة والأدوات العسكرية التابعة للعصور المختلفة، كما يضم قسم الزجاج والبورسلان اللي يعرض التحف الأثرية المصنوعة من البورسلان المحلي والبورسلان الصيني، وقسم الجلباب ومقصورة بغداد ومقصورة ريوان، إلى جانب الكنوز العثمانية والأثار الإسلامية. متحف الأثار التركية الإسلامية، وهو يوجد في قصر إبراهيم باشا في منطقة أمين أونو، ويضم المتحف في ثناياه مخطوطات أثرية وسجاد وتحف معدنية وبورسلانية وخشبية. متحف القصر الكبير الفسيفساء، ويقع في سوق كلية جامع السلطان أحمد، وهو يتميز بتصاميم الفسيفسائية الرائعة والمتناسقة. متاحف علم الأثار، وتضم متحف الأثار ومتحف الأثار الشرقية القديمة ومقصورة البورسلين الصيني، وتحتوي هذه المتاحف على تحف فنية وأثرية عثمانية. الله أكبر الله أكبر. من أهم ما يميز مدينة إسطنبول هي جوامعها، ولعل أهم الجوامع جامع السلطان أحمد أو الجامع الأزرق، حيث تم تصميمه من قبل المعماري المشهور محمد آغا الصدفي، وقد سمي بالجامع الأزرق لتزيين جدرانه وأراضيه بالبورسلان الصيني ذو اللون الأزرق. جامع سليمانية، وتبنى في فضاء السليمانية ما بين عام 1550 و 1589 للميلاد، وهو المسجد اللي يحتضن قبر السلطان العثماني سليمان القانوني، ويتميز بالأبواب البرونزية والقباب والشبابيك المزينة بالزجاج الملون والكتابات العربية. جامع الفتح اللي تبنى في عام 1470 للميلاد، ويضم في وسطه قبة كبيرة، أما في جهة المحراب فنلقاو نص قبة بالإضافة إلى قباب ثلاثية على أطراف المسجد. جامع الدولمة بهجة، واللي تبنى في عام 1855، وهو يتكون من مأذنتين عاليتين بطابع تركي جميل وساحة مربعة الشكل تغطيها قبة مرتفعة. إسطنبول فيها جوامع أخرى عديدة، منها جامع بايزيد الثاني وجامع الفاتحية وجامع أورتاكوي وجامع الجديد وجامع السلطانة حفصة وجامع أيوب باشا. من الجوامع نحط رحالنا في عالم القصور، ونبدأ بقصر دولمة بهجة، واللي تم بناؤه قبل 400 سنة من فضاء بشكاش، وهو يعتبر من التحف الأثرية البارزة في إسطنبول، حيث يضم 285 غرفة و46 صالون و68 حمام، كما أن القصر ينقسم إلى ثلاثة أقسام هامة، وهي قسم الهمايون وقسم صالون المعايدة والمساكن الخاصة. بالجدير بالذكر أن أحدى واجهات المطلة على شاطئ البحر يمتد طولها إلى أكثر من 600 متر. قصر بيلابي هو من القصور الأثرية التي تتميز بالطابع الأوروبي، ويضم القصر بطابقيه عدد من الصالونات والغرف الخاصة وغرف الاستقبال والفيلات البحرية. قصر كوجوكسو هو القصر ذو تصميم معماري متميز وجذاب، ويضم بطابقيه مجموعة من المرايا عليها ختم السلطان عبد الحميد، بالإضافة إلى لوحات الزيتية والمزهريات المصنوعة من الكريستال وشمعدانات وسجاد.
حصن الروملي، وهو يقع على مضيق البوسفور مقابل قلعة الأناضول، ويعتبر واحد من الآثار التاريخية القديمة في مدينة إسطنبول. وتم استخدام الحصن قديما للحماية من القراصنة، قراصنة البحر الأبيض والبحر الأسود، ثم وقع استخدامه فيما بعد كسجن، وأصبح في الوقت الحالي أحد المواقع السياحية في المدينة، علما وأن الحصن يتميز ببنائه من أخشاب الأزميد وأحجار الإيرلي من البحر الأسود، بالإضافة إلى بقايا معالم بيزنطية مهدومة في المنطقة المحيطة به. من أهم الأماكن اللي لابد زيارتها في إسطنبول هي مضيق البوسفور، وهو من أهم وأبرز المواقع السياحية في المدينة وفي تركيا عموما، ويربط المضيق بين البحر الأسود وبحر مرمرة وما بين قارتي آسيا وأوروبا، ويعد المضيق جسران معلقان يربط كل واحد فيهم ما بين قارة آسيا وأوروبا. والجسران هما جسر أتاتورك اللي يبلغ طوله 1560 متر ويبلغ ارتفاعه 64 متر على البحر، وجسر محمد الفاتح وهو مشابه إلى حد كبير لجسر كمال أتاتورك. نزوروا تركيا وإسطنبول، نزوروا معالمها التجارية، ومن أهمها مجمع أستينيا بارك، حيث يقع في منطقة أستينيا، وهو من أهم وأفضل المجمعات التجارية في مدينة إسطنبول وأوروبا عموما، ويضم المجمع محلات بيع الخضار والأسماك والبقالة والمطاعم وقاعة السينما ومحلات الألبسة والماركات العالمية والمحلية. شارع نيشان تاتشي، وهو من أكثر الشوارع الحيوية في المدينة، حيث تتوزع على أطرافه العديد من المحلات التجارية التابعة لأغلى الماركات العالمية، بالإضافة إلى مطاعم الوجبات السريعة ومحلات الأكسسوارات النسائية. الجراند بازار أو البازار الكبير والمعروف بأسواق بايزيد، وهو سوق عريق وتراثي وشعبي، ويضم حوالي 4000 محل، معظمها مختص في بيع المنتجات المحلية التقليدية مثل السجاد والجلود والمفارش والأواني والحلويات التركية وغيرها من المنتجات المصنوعة من الفضة والذهب. السوق المصري ومحلاته العديدة الخاصة بالأكلات المحلية التركية على غرار الشاورما ومحلات بيع الحلقوم والبقلاوة. فوروم مرمرة أو فوروم إسطنبول، وهو من المجمعات التجارية الحديثة، ويقع بالقرب من مطار أتاتورك ومول إسطنبول، ويقع في منطقة إيتيكلي على بعد 15 كيلومتر من مطار كمال أتاتورك، ويعتبر من أحدث المجمعات التجارية في مدينة إسطنبول، وتم الانتهاء من بنائه في عام 2014، ويحتوي على العديد من المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي. مجمع الكانيون، وهو من أجمل المجمعات التجارية في إسطنبول وتركيا عموما، علما بأن تصميمه تم بكل حرفية، ويحقق الانسجام بين المناطق الداخلية والخارجية، ويجمع بين التصميم اللي يسمح بمرور الهواء من الداخل المجمع ليعطي أجواء لطيفة ورائعة للزوار. ما نجموش نزور تركيا من غير ما نزور منطقة أيوب باشا والتليفريك، ومن غير ما نزور تركيا مينياتور حتى نكتشف مختلف المعالم التركية في المدينة. هذا إلى جانب ساحة الاستقلال وشارع تقاسيم بمحلاته العديدة التجارية ومطاعم متنوعة ومتحف الشمع وبرج جلاتا. تركيا وإسطنبول بتاريخها وقصورها ومتاحفها وأثارها وقصصها وأساطيرها وشخصيتها التاريخية العريقة ومجمعاتها التجارية ومولاتها وتعدد منتوجاتها والتعدد الطبيعي في التضاريس والبحورات وجزر الأميرات والأماكن العديدة اللي يمكن زيارتها في رحلتنا لمدينة كما مدينة إسطنبول. هذا الكل بمزاياها ومطاراتها العملاقة تخليها واحدة من أهم وأبرز وجهات السياح في العالم. كانت هذه رحلتنا في كارت بوستال اليوم، نتقابلوا معكم الجمعة الجاية إن شاء الله. كارت بوستال.